الهجرة، وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصراعات وتغير المناخ في الفترة الأخيرة بدت بعض الشعوب في الهجرة، وفي هلبة مهاجرين يعتبروا في ليبيا كبلد عبور أو نقطة وصول. وبحسب تقرير صادر من المنظمة الدولية للهجرة، إن حوالي 38 جنسية من بينهم ساحل العاج، مالي، غانا، النيجر وغيرها، وتتراوح تكلفة رحلة المهاجر الواحد من 1000 ل 5000 دولار. وأكثر من 5000 شخص يهربوا شهرياً من أريتريا، ويتوقع إن 100,000 مهاجر دخلوا لليبيا مع حدودنا مع النيجر. وتعتبر غامبيا هي أكبر دولة ينطلقوا منها المهاجرين، وبعدها سوريا ونيجيريا، الصومال، أريتريا والسنغال. وبحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة لسنة 2017، إن عدد المهاجرين اللي يبوا يهاجروا من ليبيا لأوروبا عن طريق البحر وصلوا ل 381,463 مهاجر. وفي تقرير آخر رصد الفترة ما بين شهر 12-2016 لشهر 3-2017، في أن أكثر المناطق اللي تستضيف المهاجرين هي مصراتة وطرابلس وبعدها سبها. وفي تقرير آخر صادر سنة 2015، إن أكثر من 3700 مهاجر في نهاية رحلتهم فارقوا الحياة أو ماتوا غرقا في البحر.